بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. حينما يحل الظلام مشرعا غياهبه على الآفاق ويبيت الناس يدوقون الفتن والمصائب، تأتي القلائد لتنير الطريق. تلكم هي القلائد الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عجبا لمن يعلم أن الجنة موجودة تزخرف وتفتح أبوابها ثم لا يشتاق إليها ويسعى لها. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. إلى كل شاب يريد أن يتعرف على طريق الاستقامة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أوامره ونواهيه. وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ابن آدم، دع لنفسك فرصة أن تقف لحظة للعتاب، اسمح للدمع أن يترقرق خوفا من الله. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا إخواني، والله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يا نائمين تيقظوا من نومكم، لم يبق من قرب الحبيب سبات، خلوا الغرور فكل شيء هالك، لا شك إلا الله والطاعات. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. صبحيهم أيقظيهم واحكم الإذخان فيهم، زلزليهم يا بدايا وانفضيهم كالرمال.
فيهم زلزليهم يا فتايا وانفضيهم كالرمال يا أسود الله سيروا واضربوا على مثال في قتال الكفر هيا وانزموا أهل الضلال استعي بالمجد فينا فزمان اللطال واجعل التاريخ يشدو ببطولات رجال حطمي قيد عسير ذاق ألوان النكال لا تصمي سمع عنهم مثل أشبال